السلام عليكم. النهاردة هناخد design of cross sections for earth and channels. احنا المرة اللي فاتت كنا جبنا ال discharge اللي هو ال Q، وقلنا ان احنا عايزين نخلق ال section ده. احنا اللي عندنا اللي هو ال land level اللي هو اللي بالاخضر، وعندنا ال water level اللي بالازرق، وعايزين نجيب باقي الكومبوننتس بتاعت الكروس سيكشن اللي هي Z1 اللي هو الانر سايد سلوب، Z2 اللي هو الاوتر سايد سلوب، البيرم ليفل ويدث والبانك ليفل ويدث والبيد ويدث والووتر ديبث. النهارده ان شاء الله على اخر المحاضره هنكون جبنا الكومبوننتس دول من اول Z1 لغايه البانك ليفل والويدث بتاعه، وهنوصل للقيم المبدئية للبي والدي. يعني البي والدي اللي هنجيبهم النهاردة إن شاء الله مش هما الفاينل، الفاينل هنوصل لهم من المحاضرة اللي جاية اللي هي اللونجيتودينال سيكشن، لكن النهاردة هنوصل لقيم مبدئية. لو تلاحظوا إن العنوان أضيفت ليه كلمة إيرثن، المحاضرة اللي فاتت كان العنوان Design of Cross Sections for Channels. المحاضرة اللي فاتت جبنا الكيو، والكيو الطريقة اللي بنجيبها مش بتفرق سواء كانت القطاعات ترابية أو القطاعات مبططة. إنما المحاضرة بتاعت النهاردة الكلام اللي هنقوله ده خاص بالقنوات الترابية فقط، القنوات المبططة ليها قيم تانية وهتاخدوها في محاضرة منفصلة إن شاء الله. أول حاجة هنتكلم عليها الـ side slopes زد واحد وزد اتنين، زد واحد اللي هي ما بين البيد والبيرم، وزد اتنين اللي هي ما بين البيرم والبانك. وطبعا عارفين إن الميول دي بتتوقف على نوع السويل، فهي هي الميول الطبيعية اللي السويل بتقدر تقف بيها أو الـ angle of repose. بيبقى بحاول ان انا الزد اتنين تبقى مريحة شوية عن الزد وان، يعني تلاقوا دايما زد اتنين اكتر من زد وان بنص، لان زد وان دي اللي هي الكاتنج في التربة نفسها، فدي بتبقى مور ستيبل عن زد اتنين اللي هي ردم، اللي هي انا بعملها بنفسي مش طبيعة الارض. يعني الكاتنج ده بتبقى هي الارض انا بعمل فيها حفر، لكن بيبقى بالدمك الطبيعي بتاع الأرض. لكن زد اتنين احنا بنعمل طبقات من التربة ونعمل دمك، فعلشان ابقى متأكدة ان البنك اللي بتمشي عليه العربيات ده ستيبل وما يحصلوش سيتمنت او فيلير، فببقى بنخلي الميول بتاعته مريحة شوية فبتزيد نص عن زد وان. ففي حالة الكلي كلامنا انا بتكلم على الكانلز، لو في الكلي هتبقى زد 1 بواحد وزد 2 بواحد ونص، لو سلت واحد ونص واتنين، لو ساند اتنين واتنين لان احنا ما بنزودش عن اتنين فهيبقوا الرقمين زي بعض. الدرينز بتبقى حالتها اسوأ من الكانلز علشان هي بيبقى فيها تصرف، فيها مواد كيماوية من صرف زراعي مثلا مبيدات، بيوجد فيها حشائش، فبنحاول ان احنا نريح الميول بتاعتها شوية. فالدرينز بيفضل ان يكون الميول بتاعتها ازيد من الكانلز بنص، يعني هنا لو كان زد واحد بواحد هنا نخليها واحد ونص، هنا واحد ونص تبقى اتنين، وبعدين هنا هنزود نص، قلنا ما بنزودش عن اتنين، فهنلاقي في حالة السلك الدرين زد واحد وزد اتنين باتنين، وفي الساند زيه زد واحد وزد اتنين باتنين برضه. الحاجة التانية اللي هنحددها البارامترز بتاعت البيرم الليفل والويدث، ف هنلاقي ان الليفل للديستريبيوتري كانالز هي الهاي ووتر ليفل زائد ربع متر، للبرانش او المين كانال هيبقى الهاي ووتر ليفل زائد نص متر، للدرينز الماينور هيبقى الهاي ووتر ليفل زائد واحد لواحد ونص، الميجور درين الهاي ووتر ليفل زائد واحد ونص لاتنين متر، والمين درين الهاي ووتر ليفل زائد 2 ل 2.5 متر. الأرقام دي ده المينيموم، يعني ممكن تزيد عن كده لكن ما تقلش عن كده. الهاي ووتر ليفل اللي هو الووتر ليفل اللي انت وصلت له من السينوبتك، يعني انت اي ووتر ليفل
هيبقى هنتعامل معاه في الشيتات وكده، هو المقصود بيه الهاي ووتر ليفل، بمعنى ان الكيو اللي وصلنا لها وبالتالي هنجيب منها الديبس بتاع المية، الكيو دي كانت الكيو التصميمية، وبالتالي ديبس المية ده هو الديبس التصميمي، ويبقى المقصود بالووتر ليفل اللي بنرسمه هو الهاي ووتر ليفل. معنى كده ان في لو ووتر ليفل مثلا، او في ووتر ليفل بيبقى مش هو الهاي. طبعا، يعني احنا مصممين قلنا على ماكسيمم كيو اللي هي مقابلة لأقصى احتياج للنبات، لكن في أوقات النبات مش بيبقى محتاج كمية المياه دي أثناء نموه، أو مثلا زي ما بتسمعوا، لو بتسمعي كلمة السدة الشتوية، بتبقى الكنالز ما فيهاش كمية المياه دي كلها، بيبقى فيها كمية مياه قليلة قوي على حسب، بيبقى احتياج النبات قليل وبتدخل له كمية مياه قليلة أقل من التصميمية اللي هي بتبقى في وقت معين من النمو وبيبقى محتاجها. طيب بالنسبة للدرينز، الأرقام دي كده بتفكركم بحاجة؟ اللي هو الهاي ووتر ليفل زائد واحد لواحد ونص، وواحد ونص لاتنين، واتنين لاتنين ونص. متهيألي إن انتوا هتبقوا فاكرين. اللي بتفكركم بإيه؟ بتفكركم بالأرقام ما بين اللاند ليفل والووتر ليفل فين؟ في السينوبتك. هي نفس الأرقام، المسافة قلنا ما بين اللاند وما بين الووتر ليفل كانت هي نفس الأرقام دي. يمكن الشكل ده يوضح ليه كان المسافة ما بين اللاند والمية في الدرين، الفرق ما بينهم كبير قوي عن إن اللاند والمية في الكنال. مثلا أنا عندي لو كان من الألاينمنت الوضع ده اللي هو كنال ومتجاورة مع درين، شكل الكروس سيكشن بتاعهم، يعني لو اخدت كروس سيكشن كده هيطلع بالمنظر ده، هيطلع فيه بانك مشترك ما بين الكنل والدرين، وفي بانك للدرين وفي بانك للكنل. طبعا يمكن السبب واضح من الشكل، ان هنا السيبج لاين لازم يحصل من فين لفين، بيحصل هو المفروض من المياه العالية للمياه الواطية، يبقى لازم اضمن ان السيبج يحصل من الكنل للدرين، وبالتالي لازم منسوب المياه في الكنال يبقى أعلى بكتير من الدرين، وإلا لو كان العكس يبقى مية المصرف اللي هي فيها مبيدات هي اللي هتدخل على الكنال، ده طبعا مش مسموح. نفس الكلام إن المية الصرف المية الري اللي بتاخدها اللاند هنا لما يحصل سيبج يحصل من المية المتبقية هنا تنزل للدرين. طيب اللي قلنا الليفلز دي او الارقام دي ده المينيموم، ممكن تزيد عنه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هشوف هنا الووتر ليفل اللي جبته من الساينوبتك كام، وبعدين ازود عليه القيمه من الجدول دي، اشوف من الجدول ده اشوف هو انهي كاتيجوري في دول. مثلا نفترض ان هي كانت برانش كال، وبالتالي انا المفروض ازود عن الهاي ووتر ليفل نص، اقارن الرقم اللي انا جبته للبير مع اللاند. لو كان منسوب البيرم أعلى من منسوب اللاند خلاص أسيب منسوب البيرم زي ما هو، لو كان منسوب البيرم طلع أوطى من منسوب اللاند أخد منسوب البيرم هو نفس منسوب اللاند. يعني لو نقول مثلا كان منسوب المية في الكنل كان 10، يبقى المنسوب البيرم المفروض يطلع كام؟ 10 زائد نص، يعني 10 ونص. أشوف منسوب اللاند، منسوب اللاند كانت 10 60، يبقى منسوب البيرم ساعتها اخده 10 60. السبب ان احنا قلنا ان منسوب الارض الزراعيه هو ده المنسوب الطبيعي للارض، فانا يعني مش لازم اجي احفر العشرة سنتي دول علشان انزل منسوب البيرم، لا هي بتتسوى، البيرم بيتسوى بيحصل تسويه للجزء ده ويبقى هو ده المنسوب بتاعه زيه زي اللاند. وابقى انا كده زودت الجزء ده اللي هو اسمه الفري بورد اللي هو ما بين منسوب الميه ومنسوب البيرم، زودته عن المينيم. لكن لو كان منسوب البيرم طلع اعلى من منسوب اللاند، فمعنى كده ان انا ما بين البيرم وما بين الميه هو ده المينيموم، ما اقدرش اقلل عن كده، يعني ما اقدرش انزل البيرم اخليه زيه زي اللاند.
طيب ايه فايدة البيرم؟ يعني ليه بعمل بيرم؟ ليه مش برسم الكروس سيكشن كده؟ ده كده البنك، ويبقى ده كده المية هنا كده اهي، ويبقى البيت والبنك على طول. لو عملت كده الجزء ده من الميل ممكن ينهار، الجزء ده كده من الميل ممكن ينهار لو المسافة دي كبيرة. فبالتالي أنا بحافظ بالجزء المسطح ده على الاستابيليتي بتاعة القطاع، بالإضافة لأن الجزء المسطح ده لو فيه أعمال صيانة هنا في الكنل أو في الدرين بيسمح إن الناس تيجي تقف وتحط المعدات بتاعتها وكده، بدل ما لو كان هو على البنك هتيجي وتقفل الطريق اللي ماشية فيه العربيات علشان يتم الإصلاح. طيب علشان الاستابيليتي بتاعت القطاع ده تتحقق، انا بطلع من النقطة دي اللي هو العرض بتاع البيد، بطلع بزد 1 لغاية المنسوب بتاع البيرم، وبعدين من نفس النقطة بعمل الميل التاني اللي هو اسمه زد 2، وبكده يبقى العرض ده هو ده المينيموم بيرم، يعني المثلث ده اللي هو الضلع بتاعه ده، وبعدين الخط الأزرق، وبعدين الخط الأحمر الدوتد، تكونه هو اللي بيسبب الاستابيليتي بتاعة القطاع. هو بيبقى فيه ويدج كده، وبيبقى فيه هنا هو نازل الكومبوننت الرأسي اللي هو الويت، وفيه الكومبوننت اللي ماشي مع الخط المائل ده اللي هو بتاع الفريكشن. فالشكل ده لو علشان احسب المينيموم بيرم ده قد ايه، هشوف المثلث الازرق ده، المثلث الازرق ده، وفيه مثلث تاني الاحمر. الفرق بين قاعدة المثلث الأحمر وقاعدة المثلث الأزرق هو الجزء ده، الجزء ده اللي هو نفسه ده اللي هو المينيموم بير. طيب تعالوا نشوف القاعدة بتاعة المثلثين كل واحد فيهم قد إيه. أنا المسافة ما بين البيد وما بين البيرم هسميها واي، يبقى مين هي واي؟ واي هي هو الدبس المية دي زائد الفري بورد اللي هي المسافة من ما بين المية وما بين البيرم. وبالتالي لو المسافة دي y يبقى المسافة هنا بتاعت قاعدة المثلث الأزرق اسمها z1y، والمثلث الأحمر، المثلث الأحمر ده اللي هو الميل بتاعه z2، يبقى القاعدة بتاعته z2y. الفرق ما بينهم ده هيبقى z2 ناقص z1 في y، صح كده؟ z2y ناقص z1y يبقى z2 ناقص z1y. احنا قلنا دايما الفرق ما بين z2 وz1 نص، وبالتالي يبقى المينيموم بيرم هو عبارة عن نص واي. طيب في حالة ان زد 2 وزد 1 زي بعض، قلنا اللي هو لما يكون زد 1 ب2 هتبقى زد 2 برضو ب2، برضو هياخد المينيموم بيرم نص واي. تالت حاجة البارامترز للبنك، الليفل لو كانت ديستريبيوتري كانال هتبقى الهاي ووتر ليفل زائد 1 زائد 75 سنتي لواحد متر، البرانش كانال هتبقى الهاي ووتر ليفل زائد 1 لـ1.5، المين كانال هيبقى 1.5 لـ2، الدرينز هاي ووتر ليفل زائد 2 لـ2.5، 2.5 لـ3، او 3 لـ3.5، ده للمين درين. هتلاحظوا ان الدرين المناسيب هي عبارة عن منسوب البيرم زائد 1 متر، يعني لو أنا أخدت في البيرم للماينور درين 1 هاي ووتر ليفل زائد 1، يبقى البنك المفروض أخده هاي ووتر ليفل زائد 2. لو أخدت للماينور درين البيرم كان الهاي ووتر ليفل زائد 1.5، يبقى في البنك أخد الهاي ووتر ليفل زائد 2.5، يعني لازم أحافظ على مسافة ما بين البيرم والبنك متر في الدرينز. بالنسبة للعرض بتاع البنك بيختلف، هو مين بنك يعني طريق رئيسي، ولا سكندري بنك يعني طريق فرعي. طريق رئيسي طبعا هتبقى العروض بتاعته أكبر، وده برضو بيعتمد على التايب بتاع أو الجريد بتاع الكنال أو الدرين. لو دايفرجن كنال أو ديستريكت درين هتبقى
لو طريق رئيسي هيبقى 10، ولو طريق فرعي هيبقى 10. طبعا كل ما الجريد هتكبر هيبقى العرض المفروض بتاع الطريق اكبر. لو مين كانال او مين درين هيبقى 6 ل 8 لو رئيسي، وهيبقى هنا 5. فرانش كانال او ميجور درين هيبقى هنا 5 6، هيبقى هنا 3، والسكندري كله هيكمل بعد كده 3، وهنا هيفضل يقل متر لغاية ما يوصل للبرايفت كانال او البرايفت درين. طيب احنا شفنا البنك لو كان طريق رئيسي او طريق فرعي. طيب لو كان طريق ماشي عليه قطر ريلوي، هل نفس الارقام؟ لا، بيختلف. الدايناميك اكشن بتاع القطر بيخلي ان احنا نزود عرض البيرم علشان نضمن ان السلوب زد 1 ده ما ينهارش، لان طبعا لو انهار ده كارثة، يعني ده هو ده فيه مية وهيغرق الاراضي الزراعية اللي جنبه، وبالتالي العرض بيزيد 5 متر. يعني عرض البيرم يبقى نص واي اللي هو العادي المينيموم زائد 5 متر، ما يقلش عن كده. طيب عرض البنك بقى نفسه بحتاج قد ايه؟ بحتاج ان انا المسافة ما بين القضبان بتاعة القطر او العجل يعني بتاع القطر بيبقى 2.6 متر، وبسيب من اليمين 2 متر ومن الشمال 2 متر. يبقى المينيموم بتاع السنجل تراك لو كان قطر واحد ماشي اللي هو 6.6 متر. لو كان دبل تراك يعني قطرين ماشيين جنب بعض، فيبقى المسافة هنا برضو 2 متر، وبعدين المسافة ما بين العجل 2.6، المسافة ما بين العجل بتاع القطرين المتجاورين 1.5 متر، وبعدين هنا 2.6، وبعدين 2 متر، فالمجموع بتاعهم هيبقى 10.7 متر. وبرضو المينيموم بيرم ساعتها بيبقى نص واي زائد 5 متر. لو عندي كانال ودرين متجاورين وكان البنك المشترك عليه قطر سواء بقى سينجل تراك او دبل تراك، العرض بتاع البير هنا هيبقى مثلا لو كان المسافة ما بين البيد للكنال لغاية البير واي، يبقى المسافة هنا عرض البيرم هيبقى نص واي زائد 5 متر. طيب العرض هنا عرض البيرم ده هيبقى برضو نص واي زائد 5 متر. لا، على حسب هنا البنك ايه. يعني البنك هنا لو كان سكندري رود او مين رود مش ريلوي، يبقى المسافة هنا هتبقى كام؟ هتبقى المينيموم بيرم اللي هي نص واي. الدرين، هل المسافة واي داش دي هي نفسها واي؟ لا، المسافة واي داش هي هنشوف منسوب المية كام، وبعدين هنزود الجزء الفري بورد، فهيطلع الواي داش مختلف عن الواي، وبالتالي العرض بتاع البيرم هنا هو عبارة عن نص واي داش زائد 5 متر. طيب العرض بتاع البيرم هنا كام؟ برضو هيبقى المينيموم اللي هو نص واي داش، وبالتالي عروض البيرمز في نفس الكروس سيكشن مش لازم تبقى ثابتة أو تبقى واحدة، لا ممكن تبقى مختلفة. لكن عرض الليفل بتاع البيرم هنا هو نفسه الليفل بتاع البيرم هنا، لأن الاتنين للدرين، واحنا قلنا المسافة بنحدد الليفل بتاع البيرم هو عبارة عن الووتر ليفل زائد الفري بورد. طيب وهنا الليفل بتاع البيرم للكنال اليمين هو نفسه للشمال، لكن الليفلز هنا للكانلز لازم تكون ليفل نفس ليفل البيرم للدرينز؟ لا، يعني الليفل هنا زي هنا والليفل هنا زي هنا، والعروض بتاعتهم مش لازم يكونوا زي بعض. كده احنا جبنا كل الكومبوننتس بتاعت الكروس سيكشن ما عدا بي ودي. علشان نجيب بي ودي بمعلومية كيو اللي جبناها المحاضرة اللي فاتت، يبقى محتاجين معادلة ايه؟ معادلة مانينج. معادلة مانينج بتقول ان كيو بتساوي 1 على ان ار تو ذا باور 2 اوفر 3 اس تو ذا باور هاف في الاريا. الاريا اللي هي بي دي زائد زي 1 دي سكوير. احنا كل القوانين دي اخدناها في الهيدروليك قبل كده، مفيش حاجة جديدة. ال R اللي هو الهيدروليك راديوس اللي هو الاريا على الويتد بيريمتر، ال P اللي هي الويتد بيريمتر بتساوي P B زائد 2 D جذر 1 زائد Z سكوير،
طبعا دي زي وان برضو. الاس اللي هو البيد سلوب، انا علشان يبقى يونيفورم فلو فالاس والاي، الاي اللي هو الووتر سلوب، الاتنين موازيين لبعض، يعني الميه ماشيه موازيه لخط البيد، وبالتالي الاس هنا انا ممكن اشيلها واحط الاي. طب انا الاي ده جبته منين؟ جبته من الساينوبتيك. تمام كده، يبقى اخلي بالي ان انا بعوض في مانينج اكويشن ان الاس بحطها يعني مثلا هي كانت مثلا 8 سنتيمتر على الكيلو، انا جايبها كده من الساينوبتيك، لازم اضربها في 10 اس ناقص 5 عشان تبقى دايمنشنلس. المانينج روفنس كوفيشنت ده بيعتمد على حالة الكنل، طبعا كل ما الكنل تبقى جديدة وحالتها كويسة ومفيش حشائش، ده هيخلي واحد على ان يكبر، وبالتالي قيمة الكيو اللي تقدر تمشي في الكنل هتبقى اكبر. فالكنل اللي لسه منشأة هتبقى واحد على ان ليها ب44، الكنل اللي اشتغلت شوية افريج كونديشن هتبقى 40، الدرينز 33، الفيري ويدي درينز اللي هي الدرينز اللي فيها حشائش كتير بيبقى واحد على ان ب28. الارقام دي بتبقى جيفن في المسألة. الحاجة التانية اللي مهم ناخد بالنا منها البرميسبل فيلوسيتي، الفيلوسيتي المسموح بيها في الكانلز المصرية او الدرينز، بحيث ان ما يحصلش اطماء سيلتنج ولا سكاور ولا يحصل نحر. علشان نحقق الكونديشن نون سيلتنج نون سكاورينج كونديشن، يبقى الفيلوسيتي المفروض تكون تتراوح ما بين 0.3 ل 0.9 متر بير سكند. يعني انا لو عندي الكانل كده، ممكن لو حصل هنا كده، ده كده اسمه اطماء، يعني الجزء ده كده اتكون تربة هنا بالمنظر ده كده، والقطاع تحول اللي هو يبقى الجزء ده موجود فيه، يبقى هنا كده في سيلتنج. ممكن لو شكل بقى عامل كده مثلا، كده حصل سكاورينج، حصل نحر. فعلشان امنع كده لازم الفلوسيتي تكون في الحدود المسموح بيه. من المانينج ايكويشن انا عندي تو انونز اللي هما البي والدي، وبالتالي انا محتاجة معادلة مساعدة مع مانينج علشان اقدر اجيب قيم البي والدي. ففي الاديشنال ايكويشن بتاعت مولسورث اند يندونيا، دول باحثين اشتغلوا هنا في مصر على الترع وعلى المصارف اللي موجودة، وعلشان يجيبوا قيم ما بين ال دي والبي ف والاي كمان الووتر سلوب، فلقوا ان العلاقه ما بين ال دي والبي بتكون بالمنظر ده، المعادله اللي فوق اللي هي 1a لو كان دبس المايه اكبر من 1.62. طبعا انا في الحاله دي بتكلم على الكانلز، والعلاقه ما بين ال دي والبي بتحقق المعادله دي لو كان دبس المايه اقل من 1.62 متر. اخد بالي من ان الاي هنا اعوض بيها سنتيمتر بالكيلو، يعني زي ما هي قيمتها من الساينوبتيك، سواء بقى كانت 8 10 وات ايفر، مش زي ما قلنا في مانينج ان الاي لازم اخليها دايمنشنلس واضربها في 10 اس ناقص 5. طيب انا ادخل في معادله 1a ولا 1b؟ انا اصلا ما عنديش الدبس، يعني انا عايز اوصل للدبس. فبالخبرة كده ممكن نقولك ان الكيو ان على اي اس ونص لو كانت اكبر من 10، غالبا الدبس هيطلع اكبر من 1.62 متر، وبالتالي لو القيمة دي اكبر من 10 ادخل في معادلة 1a، ويعني وتحقق بعد كده ان فعلا الدبس هيطلع من اكبر من 1.62. ولو كانت كيو ان على اي اس ونص اقل من 9، غالبا معادلة 1b هي اللي هتشتغل بيها. طيب لو كان كيو ان على اي اس نص رقم في النص ما بينهم، يعني مثلا 9.5، يبقى انا كده محتاجه اعمل ترايل. يبقى هدخل مثلا في المعادله اللي فوق اللي هي 1a وهشتغل بيها، وبعد كده الدبس لما يطلع اقارنه ب 1.62. مثلا طلع 1.7، يبقى خلاص الشغل اللي عملته ده صح، وقيمه الدي اللي وصلت لها صح والبي صح. لو الدبس طلع اقل من 1.62، طلع مثلا 1.5، يبقى الشغل اللي انا عملته ده مش مظبوط والغيه، وادخل في معادلة 1b اجيب منها الدبس بتاع المية
والبي. بالنسبة للدرينز هتتقسم لكاتيجوريز على حسب الاي اكبر من او تساوي 10 سنتيمتر على الكيلو ولا اي اقل من 10 سنتيمتر على الكيلو. فالاول انا من الساينوبتك هبقى عارفة ادخل في انهي مجموعة ايكويشن، المجموعة دي ولا المجموعة دي. وبرضو في علاقة ما بين الدي والبي، لو كان بي اكبر من 2 متر، وعلاقة تانية ما بين دي والبي لو بي اقل من 2 متر، وهنا نفس الكلام. نفس اللي قلناه عن الكنل، هنقول ان كيو ان على اي اس نص احسبها، لو كانت اكبر من 10 هدخل في بي اكبر من 2 متر، لو كانت اقل من 9 هدخل في بي اقل من 2 متر، ولو كانت ان بتوين هعمل ترايل. دي الصورة بتاعة مانينج اكويشن، يعني دي صورة مانينج اكويشن كيو. لو جبت بقى كل الجيفن في جهة، يعني كيو في ان على اي اس نص، الرقم ده كده هيبقى معلوم، والمجهول في الطرف التاني اللي هي A في R أس تلتين، A R أس تلتين اللي هو هيطلع الرقم ده كده. كده في علاقة ما بين ال B وال D، فأختار ال equation المناسبة مثلا ولتكن دي، سواء بقى كان drain أو ال equations التانية لو كانت canal. هنا في برضو علاقة ما بين ال D وال B، ممكن بقى أشيل مثلا هنا دي وأحط الرقم ده كده، كل ده مكان أي دي موجودة هنا في ال equation اللي تحت دي، وبالتالي يبقى عندي معادلة واحدة في مجهول واحد، وأقدر بقى أحلها بأي طريقة، مثلا ممكن بالسولفر بالإكسل زي ما أنت عايز. احنا قلنا ان المعادلات المساعدة بتاعت مولز ويرث اند يونيدونيا استنتجت بقياسات عملوها في الفيلد على القنوات والمصارف المصرية. الوقت اللي اتعمل فيه الكلام ده كان قبل بناء السد العالي. بعد بناء السد العالي الوضع اختلف، لان قبل بناء السد بتبقى كمية العوالق في المية اكتر بكتير من كمية العوالق في المية اللي دلوقتي الوضع الحالي اللي هو بعد بناء السد. وبالتالي ده ادى الى ان العلاقة ما بين البي والدي اختلفت. ومع ذلك لسه لغاية دلوقتي الى احيانا لسه بنعتمد عليها. ليه؟ لان هي دي المعادلات اللي مغطية شبكة الترع والمصارف في مصر كلها. لكن في دراسات حديثة اتعملت من المركز القومي لبحوث المياه علشان تجيب معادلات تانية أدق زي المعادلات اللي موجودة قدامنا دي. دي معادلة حتى مش هنحتاج مانينج، يعني دي معادلة ما بين البي والكيو اللي هو الستشارج والدي 50 بتاعة التربة، يعني على طول من معرفة كيو ودي 50 اللي بياخدوا سامبلز من التربة ويحللوها في معامل يقدروا يجيب البي ونقدر نجيب الدي. ده جزء من ايكويشنز كتير مستنتجة، مثلا دي في أحد الدراسات، وكان المهندس الدراسة بتاعته وعملها، وكانت جزء من الماجستير بتاعه عندنا في القسم. ف ده جزء من المعادلات. طبعا الدراسة كان ليها ليميتيشن، يعني ليها حدود معينة للكيو، حدود معينة للدي 50 لنوع التربة، وكانت الدراسة على 15 قناة. طبعا يعني المتوقع ان تتم بقى دراسات على القنوات المفروض كلها عشان تغطي، نجيب معادلات تانية تغطي كل الترع وكل المصارف اللي في مصر. دي صور من الفيلد وهم بيعملوا القياسات، بيقيسوا الستشارج بالكترومغنيتيك كارنت ميتر، وبيقيسوا القطاع علشان بعد كده يدخلوه على البرنامج، يعني يقيسوا الدبس عند أماكن مختلفة، يقسموا توب ويتس كده لمسافات متساوية، وبعدين يقيسوا الدبس بتاع المية علشان بعد كده يستخدموا برنامج يكون مثلا هيكراس ويرسموا القطاع بتاعه. فاحنا مؤقتا هنستخدم المعادلات المساعدة اللي أنا قلت عليها اللي هي مول سورس أند يونيدونيا، لأن هي نفس الفكرة، يعني احنا المهم بس إن احنا نعرف نطبق إن في معادلات وهنجيب منها البي والدي. لكن بعد كده إن شاء الله لما تشتغل ممكن تلاقي إن أنت في المكان اللي اشتغلت فيه لو كان تبع قطاع المياه
هتلاقي احتمال تلاقي في جزء المعادلات فيه مختلف. طيب المعادلات دي بنستنتجها ازاي؟ بنستنتجها ان هما بياخدوا بيراقبوا قنوات تكون ما حصل لهاش اطماء ولا نحر على وقت طويل على مدار سنين، بيراقبوا القنوات ويشوفوا مين اللي ما حصلوش تغيير، وهو ده اللي يجيبوا العلاقات ما بين البي والكيو والدي 50 او الدي والكيو والدي 50. وبالتالي القنوات اللي حصل لها مشاكل، حصل لها اطماء او حصل لها نحر، بيعاد الديزاين بتاعها. يعني ممكن ان احنا الديزاين بتاع الكانلز او ما يبقاش مجرد ان مشروع وفي انشاء لترعه جديده وهكذا، لا، ممكن تكون كانلز اوريدي موجوده بالفعل وبس ما نتيجه ان الكروس سيكشن بتاعها اتغير عن اللي المفروض يكونه، فبالتالي هي ما بتقدرش ان هي توصل كميه الكيو اللي مطلوبه منها انها توصلها للمزارعين، زي الحاله اللي عندنا دي. يعني دي الاكتوال كروس سيكشن اللي هو اللون بني ده، الاولد كروس سيكشن اللي هو الازرق ده كان قبل بناء السد، كان معمول الديزاين بتاعه كده. الحالي من الدراسه اللي اتعملت حديثا ان هو المفروض يكون الكروس سيكشن اللي هو اللي بالاحمر ده، وبالتالي الكروس سيكشن اتعدل وهيبقى الجزء ده هيستخدمه بقى كراكات، علشان يتم حفر الجزء ده، والجزء ده هيتم ردمه بحيث ان نوصل لشكل الكروس سيكشن الصح علشان نمرر كمية الكيو المطلوبة. بقى المحاضرة اللي فاتت كنا وصلنا عملنا الجدول ووصلنا لقيم الكيو، لو تفتكروا كان في الجدول كان فيه كيلومتر، بعدين رقم السكشن، وبعدين الاريا سيرفيت بتاعت الروتيشن، بعدين الاريا سيرفيت تيكن ان ديزاين الووتر ديوتي، وبعدين وصلنا لاخر حاجة الكيو. نكمل على نفس الجدول، هنلاقي ان هحط هنا الاي اللي هي من السينوبتيك دايجرام، وممكن الاقي ان الاي اختلفت عند اي سكشن بالمنظر ده كده. بعد كده هحسب كيو في ان على اي اس نص، الارقام كيو ان على اي اس نص اقارنها بقى، اشوف مين فيهم اكبر من 10 ومين اقل من 9، وبحيث ان انا اختار المعادلات المناسبة، وبالتالي هقدر احسب البي والدي، اوصل للبي كالكوليتد والدي كالكوليتد. طبعا انا بحتاج في التعويضات بتاعتي زد 1 فهحطها هي كمان، وخصوصا ان هي ممكن تختلف، يبقى جزء من الارض سيلت وجزء كلي، وبالتالي الزد 1 هتختلف، فلازم اخلي بالي في الحسابات بتاعتي. بعد ما وصلت للبي كالكوليتد والدي كالكوليتد، هلاقي ان البي كالكوليتد الارقام بتاعتها بالمنظر ده، فهل ممكن ان انا ادي للمقاول تنفيذ اعمال ترابيه اقول له احفر البي عايزه 6.86؟ مش معقول طبعا، فلازم الارقام دي ارقام الحفر بتاعت البيت تتقرب. فالمتفق عليه ان البي كالكليتد لو كانت اقل من 5 متر واكبر من 1 متر بنقرب البي لاقرب نص متر، مش لاعلى نص متر، لا لاقرب نص متر. البي كالكليتد لو كانت اكبر من 5 متر بتتقرب لاقرب متر، والبي كالكليتد لو كانت اقل من متر بتتقرب لاقرب 10 سم. وبالتالي هلاقي ان بقى في سيكشن تاني اسمه موديفايد سيكشن، بي موديفايد ودي موديفايد. البي كالكوليتد هتتقرب وتبقى هي نفس هي البي موديفايد، يعني الرقم ده هيبقى 7، الرقم ده برضو هيبقى 7، ال 6.2 هتتقرب هتبقى 6، ال 3.9 هتتقرب تبقى 4، وهكذا. اخلي بالي ان اخر السيكشن اللي قبل الاخير والسيكشن الاخير، المفروض السكشن اللي قبل الاخير الداون ستريم بتاعه هنا ال 2.61 التقريب بتاعها هيبقى 2.5، وهنا 2.01 التقريب بتاعها هيبقى 2.5، يبقى 2. طب انا ليه حطيته 2.5؟ لان احنا زي ما اتفقنا دايما ان لازم اي داون ستريم سكشن يبقى نفسه اب ستريم السكشن اللي بعده، وبالتالي لو كانت دي 2.5 يبقى دي 2.5، او اخد
داون ستريم سيكشن 5 اخدوا 2 ويبقى ده 2 زيه، انما ما ينفعش يبقوا رقمين مختلفين، والا السيكشن عندي هيبقى عامل بالمنظر ده، السيكشن هيبقى كده. انا لو برسم بلان ده كده بلان، هلاقي ان هنا كده ده 2.5 وهنا ده 2، ده شكل البيد في البلان. لكن شكل البيد في البلان انا عارفة ان شكل السكشن المفروض يبقى منتظم، يبقى حاجة كده مثلا. بمعنى ان لازم زي ما قلت داون ستريم اي سكشن هنا كده يبقى هو نفسه العرض بتاع الاب ستريم السكشن اللي بعده، يبقى الشكل منتظم بالمنظر ده. طيب انا بعد ما وصلت لل بي موديفايد ده هيؤدي ان دي موديفايد هي كمان هتتغير، لان الاريا موديفايد هي نفسها الاريا كالكوليتد، وبالتالي البي موديفايد دي موديفايد زي 1 دي موديفايد سكوير بتساوي بي كالكوليتد دي كالكوليتد زائد زي 1 دي كالكوليتد سكوير. الترم اللي على اليمين ده كله كده معروف، اللي على الجزء اللي على الشمال البي موديفايد معروف، وبالتالي كده اقدر اوصل للدي موديفايد واغير الدي كالكوليتد، هتبقى هي بقى ايه الدي موديفايد. طيب اشمعنى الدي موديفايد حاسبها كده يعني 2.08؟ يعني ليه اشمعنى انا هنا قلت لا ده ما ينفعش وده ينفع؟ ليه ينفع؟ لان ده دبس بتاع ميه بتحكم فيه ببوابات مش اعمال ترابيه زي البي، ولازم لما تتنفذ تتقرب لأقرب متر. بكده أنا وصلت للموديفايد سيكشن. الجدول لسه هيكبر تاني، لسه آخره بقى إن شاء الله هيبقى المحاضرة الجاية لما نعمل اللونجتودينال سيكشن، هنوصل للبي فاينل والدي فاينل. يعني لسه هنا خانتين للبي والدي، والخانة الأخيرة للفلوستي نعمل تشيك فلوستي إن بعد ما وصلنا للفاينل سيكشن إن الفلوستي في الحدود المسموح بيها اللي هي ما بين 0.3 ل 0.9 متر بير سكند. كده انا خلصت محاضرة النهاردة، ونكمل مع بعض ان شاء الله المحاضرة الجاية للونجيتودينال سيكشن.